دار الأزياء الإسبانية الشهيرة بالانسياغا والمعروفة بأسعارها الغالية وطاها الفخمة عم تمر حاليا بأصعب وأسوأ أزمة في تاريخها، لأنه ممكن بكل بساطة تسكر لو ما عرفت تلم الفضيحة والغضب اللي تسببت في حملتها الإعلانية الأخيرة اللي حطت الشركة في مرمى نيران المتابعين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. الأزمة تفجرت بعد ما نشرت بالانسياغا صور إعلانات من حملتها الجديدة فيها أطفال ماسكين شنطة على شكل دبدوب، بس هذا الدبدوب ما كان عادي لأنه بيرمز للعبودية الجنسية والسادية، وإنك تخلي أطفال يحملوا منتج من هالنوع وترميزهم بشكل جنسي هو خطوة متهورة وخطيرة جدا من شركة بحجم بالانسياغا. القصة ما وقفت عند الدباديب السادية. إعلان تاني ضمن الحملة كان بيتضمن ورقة من قضية بتت فيها المحكمة الأمريكية العليا سنة 2008، كان هدفها تحدد إذا في تعارض بين حرية التعبير والقوانين اللي بتمنع استخدام الأطفال في إيحاء جنسية أو في مواد إباحية. والقضية انتهت باستمرار حظر استخدام الأطفال في أي أعمال ترويجية فيها رموز إباحية أو جنسية، وهي الورقة اللي ظهرت بالإعلان زادت الطين بلة. وبإعلان تاني ظهر كتاب مثير للجدل اسمه نار من الشمس، وعلى الكفر تبعه موجود رسمة أطفال ملطخة بالدم وبتلعب بإشي مثل الجثة المقطعة، ولما تكون كل هالصور ضمن حملة إعلانية واحدة صعب جدا الناس تصدق أنه الموضوع مش مقصود. بالانسياغا مسحت كل منشوراتها على انستغرام وألغت متابعة كل المشاهير والشركاء ونشرت اعتذار طويل تحكي فيه أنه ما كان في أي نية لهذا النوع من الترويج وأنه الحملة راحت باتجاه غلط تماما. ورغم أنه الشركة اعترفت بتقصير كبير في الإشراف التدقيق إلا أن حاولت ترمي المسؤولية على شركة الإنتاج ورفعت عليها قضية، وكمان على المصور اللي اشتغل الحملة جابرييل غالمبيرتي واللي تعرض لرسائل تهديد بالقتل ورسائل إدانة بعد ما تم نشر أرقام وتفاصيل عنوان بيته على الإنترنت. كيم كارداشيان النجمة الأمريكية المشهورة واللي متعاقدة مع بالانسياغا كسفيرة للعلامة التجارية ردت بعد ما بقيت ساكتة أول الفضيحة، وقالت كيم إن شعرت مثل غيرها بالإشمئزاز والغضب لكنها كانت تتواصل مع فريق الشركة لحتى تفهم شلون صار هيك، وحكت إنها حاليا بتراجع علاقتها بالشركة وإنه حماية الأطفال وسلامتهم هو أهم إشي، لكن كل كلامها هاد ما قدر يهدي الناس اللي انزعجت من الحملة، بالعكس اتهموها بإنها بتحاول تلف السيرة وتغطي على الموضوع. وردود الفعل القاسي على الموضوع ما وقفت على الهاشتاج اللي بيدعي لمقاطعة بالانسياغا واللي صار ترند. بعض الناس جابت كل التياب اللي اشترتها من الشركة وصارت تقصها أو تمزعها وتتخلص منها رغم أسعارها العالية جداً. وأحد رسامي الشوارع في لندن رسم على مدخل الشركة في لندن لتشويهه وكتب عبارة بيدوفيليا أو اللي بتعني الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولحد اللحظة هاي الأزمة ما خلصت ومستقبل الشركة في المجهول.